السلام عليكم ورحمة الله. كما كتشوفوا الأحداث الأخيرة اللي في المغرب ديال تساقطات الواد اللي فاض في تنغير، كما كتشوفوا الواد فاش فاض هادو الناس كيصوروا هنا. تبارك الله، يعني واحد النظرة، هذا واحد الفيديو تبعوت الآخر يدير واحد النظرة على التساقطات اللي كانت في تنغير. اللي عطات واحد البرودية لواحد ناخذ الأسبوع الأخير على المغرب كامل، يعني كان واحد الجو متغير، يعني واحد درجة البرودة، واحد يعني الشتا اللي طاحت مؤخرا. كاين اللي كيقول لك نتيجة ديال السحب الاصطناعي، هاد الحوارات اللي واقعة في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين اللي كيقول لك يعني على حساب الظاهرة ولات مؤخرا، يعني شي حوايج ما عرفتش انا كون كان الناس هنا عندهم التفسير ديالها او لا. فاضلين منفعة كبيرة. كاين واحد اللي كيرد كيقول لك هذه سحب اصطناعية، ملي كتقرا مثلا ردود الافعال ديال الناس ولا كشي كيقول لك السحب الاصطناعية شنو طلبنا كدا وهادي، ولكن هي كتبقى الحمد لله كتبقى منفعة كبيرة نظرا للجفاف اللي كيعرفوا المغرب في السنوات الأخيرة اللي قلة التساقطات. دجا فصل الخريف، هاد الشيء جا فصل الخريف اللي ملا السدود اللي كيكب فيهم هاد الواد هذا اللي جا هو في منطقة ديال تينغير، في الفيضان ديال تينغير تنفذ بهم مؤخرا. المهم هذا واحد اطلالة فيديو فيه بزاف ديال كيفاش في المدينة، آثار الجانبية اللي كانت في المدينة. فيديو واحد شوية مش ثقيل، نتمنى من الناس يكون عندهم ردود على هذا الفيديو هذا من ناحية التفسيرية، لأن واحد شنو تيقول اصطناعي ياش. الحمد لله من قديم الزمان معروف الفيضانات كتكون خالية خصوصا الشمال الإفريقي. هادشي هذا كاين. السلام عليكم. المهم هذا واحد الفيديو فيه اطلاله على الواد اللي كان في المنطقه ديال تنغير مؤخرا. كاين اللي شاف التفاصيل بزاف، كاين اللي ما شافش التفاصيل. هذه منطقه عاوتاني كما كتشوفوا، ها هي هنا كيفاش كانت الاثار يعني على هاد البلايص. هذه اللي كتشوفوا الناس زارعين هنايا، يعني فاض على شي بلايص اللي ما كانش كيوصل ليهم. هنا كذلك السكان كما كتشوفوا هاد الآلة، لأن ما كاين فيضان كتعاود تصيب الطريق. هذا الواد كيفاش هو عامر تبارك الله، يعني كاين كمية مهمة ديال المياه اللي تسقط هاد المنطقة. السدود اللي كيكون فيهم هاد كما كتلاحظوا هاد المنطقة بحال كانت سياحية كما كتشوفوا، لأن هنا كتلاحظوا الآثار ديال الشي بحرا الشي بحرا كبيرة آثار لا وطبيعة الحال ما فقط يرجع لبلاصتو، غير هو من خلال الناس في السنوات الأخيرة.